مساء الفل يا باشا. أهلا بيك أبو عادل. هناك تقارير دولية تؤكد تزايد أعداد المهاجرين المصريين عبر البحر المتوسط، تعليق حضرتك. اقسم لي، اقسم بالله العظيم، ثلاثة اللي هقول لك عليه ده حصل واتحكى ليا، اقسم بالله اتحكى ليا حرفيا. اتفضل. في 2010 في ايطاليا، في 2010 في ايطاليا اتحكى لي الكلام ده حرفيا. واحد بيحكي لي بيقول لي كانوا على المركب الهجرة غير الشرعية ده خارجين من ليبيا، المركب العدد عليه كبير وبدأ ايه الهواء يقل منه، فمحتاج ان لازم يخففوا الحاجات، فنزلوا الحاجات الامتعه اللي معاهم رموها في الميه، وبعد كده اللي سايق المركب طلع طبنجه وقمالة، قمالة اللي يقدر على التاني فيكم يرميه البحر. اقسم بالله اتحكى لي ان اخ رمى اخوه، اقسم بالله لا حول ولا قوة ده إلا حصل، بالله. اقسم بالله العظيم ثلاثه الكلام ده اتحكى لي لفظا في ايطاليا، في محافظة اسمها بريشيا في إيطاليا. عايز أقول لحضرتك إن قبل انقلاب 52 كان الطليان واليونان، الطليان والجريج كانوا بيشتغلوا عندنا هنا المهن اللي كان يقبل مصري يشتغلها، اللي هي بيصلح بواب الجاز، عجلاتي، حلاق، بارمان في خمارات، المهن اللي كان المصري يتعفف إن هو يشتغلها كانوا هم بيشتغلوها. ما يعني طبعا مع أقسم لك احترامنا بالله لكل أنا اصحاب المهن الحلاق والعجلاتي والناس دي كلهم يعني على دماغنا من فوق، ومع احترامنا الكامل لاصحاب هذه المهن المصريين من اهلنا يعني. يا اتفضل. أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد، أنا كلامي واضح والله، كان في الوقت ده كان انا المصري فاهم قصدك، يتعفف انا إن هو فاهم يشتغل قصدك. المهن دي، إنما المهن دي على دماغي. طب إحنا طبعا. نتمنى نشتغل دلوقتي كده، نتمنى نلاقي شغل زي ده في بلدنا. ايوه يا صح. أستاذ أحمد أنا بقول لحضرتك، طليان كانوا بيحكوا لي إن هم كانوا عايشين في إسكندرية وهنا 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 وعاشقين لمصر. ايوه. خدت بال حضرتك انت كانت إيه سافرت نبدعنا ايطاليا يا ابو وقيمة عادل؟ من كل العالم. سافرت إيطاليا يا فندم. طيب يعني رحتها ازاي؟ كان الطريق الى ايطاليا عامل ازاي؟ لا ما كنتش مسافر غير شارعي بصراحة، أنا كنت مسافر تمام. شارعي، لكن انت لما إنما وصلت أنا سمعت أقسم بقى لك بالله قصص اللي أنا وحكايات عن اللي حاولوا يسافروا بطريقه غير شرعيه. قصص ومهازل، أقسم بالله قصص ومهازل، وشفت مهازل هناك وشفت حاجات طيب غير في عادية. وقتها يا ابو عادل كانت الحياة يعني الدنيا كانت مجدية في موضوع الفلوس والمال والكلام ده؟ كان اليورو ب 8 جنيه، لا كانت الحياة اليورو مجدية كان يعني، ب 8 قصدي جنيه كان في مصري فلوس كويسة؟ هناك. هناك انا بالنسبه لي ما اشتغلتش، قعدت 3 سنين ما اشتغلتش، يعني ما كانش ليا رزق هناك. طب ليه بقى خدت بال حضرتك، بعد لكن ما كان في ناس سافرت بتشتغل. ورحت ما اشتغلتش ليه؟ وكل شيء نصيب، انا اولا يعني اتعرض عليا ان انا هشتغل، او انا كنت رايح على سيد ان انا هشتغل، بس ما كنتش اعرف ده قبل ما اطلع ان انا هشتغل في مطعم وخنزير وخمور والكلام ده. طيب فبقى قول لما لي، بما راحوا انك لقيت انت كده رفضت. جربت الرحلة ورحت وشفت هناك وسمعت القصص اللي انت بتقولها دي، لو عندك نصيحة تقولها لأي شاب بيفكر انه يخوض هذه التجربة المريرة او تجربة الموت كما يطلقون عليها، تقول لهم ايه؟ طب انصحه ازاي يا ابو حميد وهو مش عارف يعيش هنا؟ انصحه ازاي؟ يعني انا ابني شاب زي انت الفل اهو، هتعمل اللي عليك وتقول لو قال لي انا النصيحة والباقي بقى على ربنا. اسمع بس مني، اسمع مني بس، انا ابني لو قال لي انا عايز اقدم على الخطوه دي هقول له توكل على الله ربنا يستر لا معاك، لان هو حتى لو هنا هجرة غير ميت شرعية، أنا بتكلم عن الهجرة غير الشرعية. يا فندم. ما انا بقول ايوه هجره غير شرعيه، ما هو هنا ميت يا استاذ احمد، هو بيهاجر ليه؟ هو هيمشي ليه؟ هو اللي عايز يمشي ده بيمشي ليه؟ انت فاهم قصدي ولا مش فاهمه؟ فاهم قصدك، بس أنا هو طبعا ضاقت به السبل أنا ما خلاص. ينفعش على الهواء وإحنا بنتكلم على الهواء والناس بتسمعنا نقول إن إحنا حتى لو هجرة غير شرعية بنرحب بيها، ده مرفوض. لكن أنا بكلمك، أنا طبعا مقدر إن أنت بتقول إن المواطن اللي بيلجأ لده أو الشاب اللي بيلجأ لده أو حتى القاصر اللي بيروح يعمل ده بيعمله لأن هو المفترض إنه بيصف نفسه إنه ميت في بلده، فيقول لك بقى إيه موتة بموتة. لكن إحنا طبعًا بنرفض ده تمامًا وبنحذر شبابنا منه وبنقول لهم على الأقل افضل في بلدك أحسن ما تموت في عرض البحر. بشكرك شكرًا جزيلًا يا أبو عادل.